هاي شيف، هاي، كيفك اليوم؟ منيح انت؟ انا كثير منيحه. يعني كنا واعدين المشاهدين انه هذا الويك اند هو يعني ويك اند اللحوم قبل الصيام، صح؟ فامبارح عملنا لحمه واليوم رح نعمل لحمه. اليوم عامل فيل سكالوبيني، هي أوكي. لحمه بيضة اكيد. عملها مع اعشاب، حط حامل حدها بطاطا، سبانخ، فطر، مركب هيدا الصحن بطريقه كثير منيحه. وعندي سوب مييس، فينا نجيب مييس علب، فينا نجيب مييس فريش، اوكي، او اذا بنلاقي موسم مييس فينا نعمل شوربه مييس اكيد مع حليب ملح وبهار وبصل. فكل المكونات نحن عندنا اياهم هون. مبدئيا بدنا نبلش مثل ما دائما بنقول بالقصص، كيف بدنا ننظمها. اليوم ما عندنا نقع للحمه، بدي ملح بهر بس. بالفرن او كمان على الغاز؟ كله على الغاز، ما في شيء بالفرن، مش رح نستعمل فرن اليوم لانه اللحمه مرققه مثل امبارح، رقيقه. اليوم عمل لحمه بدي شويه شوي، ما لازم تكون كثير ناشفه اكيد، بس نعملها مع حامض، مع كاب، مع كريم. يعني اليوم الصوص بتختلف تقريبا قريب على امبارح، بس اليوم اكيد نوع اللحمه بيختلف. اليوم نوع اللحمه بتختلف وطريقه الطبخ بتختلف وغير عن تبع امبارح. امبارح عملنا مع اويستر، يعني غير كليا. حطينا نشا، اليوم ما في نشا، بدي احط بطحين مع بهارات. ايه اكيد بتختلف. وطبخه ممكن بالمقلايه بس ما بدي اغليها، شوي مع الصوص كله سوا بدها تكون. يعني تعودنا على السوبات يا شيف، يعني امبارح كانت كثير طيبه السوب، لازم تطبقوها، ضروري تطبقوا رسالة امبارح. اليوم كمان اليوم رح نعمل شوربه مييس. يعطيك الف عافيه شيف، نحن رح نرجع نطلع عليك اكيد. اوكي، ميرسي انيتا. صباح الخير مشاهدينا واحد مرفع على الجميع. رح نبلش نحن اول شيء بالقصص اللي بدها شغل اكثر، والقصص ما بدها يعني تنظيم وقتنا. اليوم انا عندي مرقه هون، هي المرقه صارت جاهزه لانه يعني بدي استعمل للسوب مرقه. فيها تكون مثل ما قلت بالعاده، اذا عندنا مرقه خضره فيها تكون مرقه خضره، واذا عندنا مرقه دجاج فيها تكون مرقه دجاج، واذا ما عندنا مرقه فينا نحط مي بس الطعمه بتختلف. مش هيك؟ نحن نفضل نستعمل مرقه لناخذ عده طعمات او فليفر مظبوطه لنعمل سوب. سوب مظبوطه، ستوك مظبوط. إذا عندي الستوك طيب بيطلع عندي سوب أكيد، إذا عم بطبخها بطريقة صحيحة بتطلع عندي سوب طيبة. هلا هيدي المي بدي أسلق بطاطا. عندي بطاطا حبة صغيرة أكيد أنا مغسلها، رح أسلقها وأرجع أعملها بالمقلية، مش رح أعملها بيوريه، رح أخليها مثل ما هي بس رح أسلقها لتستوي معي بسرعة. رح أحط حتة أنا هون مي وملح، رح نزل البطاطا قلب المي تقريبا، بدي اياها ثلاث ارباع استوى لارجع اعملها بالمقليه مع زيت زيتون وزبده او زبده على الحل. هلا بما انه اللحمه ما بدها كثير شغل وما بدها كثير طبخ وما بدها نقع، انا رح بلش اول شيء حضر اغراض اللحمه. اللحمه عندي هيدي اللحمه، لحمه رقيقه مش سميكه، انا دقيقة شوي لا تطلع كلها نفس الحجم حتى تستوي كلها مع بعضها. بدي بس حط لها ملح وبهار وطحين، بدي اخلطه مع حر وملح وبهار واعشاب. مشان هيك رح بلش بالسوب اول شيء، لانه اللحمه لا بدها نقع ولا بدها طبخ وقت كثير. لنعمل سوب، بس عم فسركم ليش بلشنا اليوم بالسوب مش بالبلاب، لا ما بده كثير شغل. رح حط زيت زيتون، فينا حط زبدة أو زيت نباتي، أنا اليوم بطعمها زيت زيتون، بفضل حط زيت زيتون وما بخليها كتير وقت تحمى لأن بدي أقلي البصلة وما بدي البصلة تحترق، بدي دبل البصل تتبيل. عندي لأعمل سوب بدي أعمل بصل نحن دائما بنقول بس بدنا نعمل سوب لازم نطحنها ننعمها كثير. مييس هلا لو طحنتها مش رح تنعم معنا كثير لانه في القشره البرانيه تبع حبه مييس شيء شوي سميكه، قد ما نطحنها رح تضل مبينه. مشان هيك هي السوب الوحيده اللي مش رح تنعم معنا كثير. رح قلي البصل، رح حط فيها
بس توم. هيدا اللب أنا منقول دايما إذا فينا نشيله. رح أقلي البصل والثوم، برجع بقول مش حتى ياخذوا لون. مثل ما قلت لكم المييس فيكون علب وفيكون فريش، اذا بموسمه بنجيب الدره بنفقيهم او بنقصهم بالسكين بنعملهم سوب، اكيد بيطلعوا اطيب من العلب. بس اذا ما عندنا فينا نستعمل العلب. هلا رح نتركها على نار شوي قوية لتنشف ميتها، لأنه أكيد فيها شوية مي. راح نحط بهار أسود ملح. لو حطينا شوي ملح هلا ما نعتلهم، لانه المييس كمان حلو. رح نخليها شوي على النار مثل ما قلنا لتنشف ميتها. بهالوقت بدي اخلط الطحين تبع اللحمه لنعمل الطحين. عندنا الطحين لنعمل مش باني، لنحط فيه اللحمه لنرجع نقليها. يا بدنا نملح، اكيد رح نملح اللحمه لوحدها ونبهر اللحمه، بس هون كمان رح نرجع نعطيهم طعمه. طحين، حطيت توم بودرة، وعندي بصل بودرة، رح حط معهم حر ناعم. هلا إذا ما بيحب الحر في ما يحط حر، في يحط بابريكا. وأكيد رح حط ملح وبهار مثل ما قلت، رح حط بالطحين ورح حط للحمة. لاحظين كيفيه عم نقليهم، ما بدي مي فيها، بدي نشف المي تبعه لها انا قد ما فيه. هلا حطينا لكان الطحين، توم بودره، بصل بودره، حر ناعم، ملح، بهار. عندي اكليل الجبل، في حط اكليل الجبل او زعتر، نعمهم منيح، نحطهم بقلبها. في يجيب اكليل جبل يابس، اكيد اخضر فضل اكثر. رح افرمهم قد ما فيي ناعم.
حطيت روزميري، اكيد روزميري بيلبق مع اللحمه، فرمناهم ناعمين حطهم فوق الطحين. هلا رح حرك كل المكونات ليفوتوا بقلب بعض، لامزجهم مزبوط مع بعض. هلا هون صار عندي طعمه يلي هي حر، ثوم، بصل، روزماري وملح والبهار. يعني صار طحين، مش طحين على الحل. يعني اذا حطيت اللحمه فيه، اذا نسيت ملح هون، حطيت اللحمه هون بياخذ طعمه منها. مشان هيك الافضل ملح كل شغله بشغلتها. أكيد إذا ملحت اللحمة كمان بعطيها طعمة. هون بلشت تنشف معنا المي. إذا بتبين معنا هون على الكاميرا ما بقى في مي أبداً. يعني بلشت عم حرك المكونات بقلب الطنجرة، عم حسوا عم بلشوا يلزقوا بكعب الطنجرة. يعني أنا هون ما بقى عندي مي. رح زيد مرقة من اللي عندي اياها، برجع بقول فيها تكون دجاج، فيها تكون خضرة. رح حط شوي من المرقة. راح زد له شوي من الحليب. هلا لحتى ما زيد حليب كتير او كريم، حطيت مرقه، لانه انا بدي طعمه مرقه، بدي طعمه كان خضره او كان دجاج بديها. هلا راح خليها تغلي لتستوي معنا، بيتبخر شوي من المي لاطحنها لتطلع معنا اكيد السوب مزبوطه ومش سميكه ولا رخوه، لنقدر نعمل سوب مثل ما قلت بطريقه منيحه. اذا ملاحظين، ما بعرف اذا تبين على الكاميرا، اكيد نسبه السوائل فيها مبينه هلا كثير، بس تغلي بتنشف معنا شوي، نرجع بنطحنها وبناخذ التكستوريا اللي بدنا اياها منها. لنكفي لكن هون، هون مثل ما قلنا بدنا نحركهم مزبوط ليصير المزيج كله فايت بقلب بعض. هيدا صار جاهز، راح نحطه على جنب لبس نبلش باللحمه، بنملح مبهر وبنحطهم بقلب الطحين. هلا عندي السبانخ، بدي اطبخ السبانخ. السبانخ يا بدي اسلقه وعصره وبرده بمي وثلج، او بعمله دغري سوتيه بالمقليه. انا راح اطبخ السبانخ شوي شوي. كمان زيت زيتون، رح انا اعمل لحمه، اعمل حدا سبانخ، بطاطا، فطر. وفينا عندي انا اريكو كمان، بس اريكو بدنا نسلقها نعملها بلانشير لتستوي شوي، نرجع نعملها سوتيه. هيدي فينا نعملها بلا ما نسلقها، فينا دغري نطبخها هون لان دغري بتستوي معنا. اما الاريكو بدي اعمله بلانشير بمي عم تغلي، هلا نرجع نطبخه بعدين لنرجع نعمله مع زيت زيتون. بهالوقت عندي
ركب الاثنين هيك لنشهل شوي. لكن حطينا زيت زيتون، رح بلش حط السبانخ. فينا نجيب، انا جايب سبانخ ورقه صغيره بيبي ابينار، فينا نحط سبانخ عادي اكيد، بنجيبهم بنغسلهم بننشفهم، فينا نستعمل نفس الطريقه. وبرجع بقول فينا نسلق السبانخ قبل بوقت، نعصره نرجع نعمله هيك. هلا هون ما فينا نخلي السبانخ كثير على نار قويه، بفضل نتركه على نار وسط حتى ما يحترق معي لنقدر نسويهم صح. بهيدي الثانية رح حط الفطر، الفطر فينا نقطعه فينا نحطهم. مثل ما هن فينا اكيد نقطعهم بالنص. ننطر شوي الزيت ليحمى، ما الوقت بنقلب هودي. كمان رح نحط ملح وبهار. برجع بقول لكل شغله بنطبخها لازم نحط ملح وبهار. هلا هول الكميه شبيهن سبانخ هالقد بيطلعوا انجا ملقتين، لانه هلا بيدوبوا بس ننطبخوا. رح حط الفطر، كمان رح حط للفطر ملح. إذا بتلاحظوا عم بشوي الفطر على نار قوية حتى ما خليه يكب ميته. بطاطا عم تتحضر بدها بس كمان نعملها قلي. الفطر عم نقليه شوي بزيت زيتون ليستوي، بده شوية وايت معنا. سبانخ هلا بكفيهم، واللوبيا اكيد بدنا نسلقها، واللحمه الطحين صار جاهز بس بدنا نلتها لنبلش نقليها. ومثل ما شفتوا السوب على النار لازم تبلش تغلي لتلقط كلها على بعضها وناخذ الطعم اللي بدنا اياها. لهون بنكون تقريبا خلصنا شو لازم نحضر. هلا رح نروح معكم بريك قصير لنرجع نكفي سوا. مشاهدينا رح نرجع نكفي معكم. هلا بما انه السوب صارت جاهزه، البطاطا تقريبا كمان استويت، هي السوب كنا عم نحكي عنها. بخر نصف كتير منها بالمي اوريدي، المييس ما بده كتير وقت ليستوي اوريدي، هو علب يعني. تقريبا صار جاهز السوب. مييس مثل ما قلت لكم هو اوريدي مطبوخ، عم نطبخه زياده لناخذ النكهه كلها منه. صار فينا نطحنها للسوب، رح نتركها شوي بعد على النار نرجع نطحنها، نزيحها على جنب. البطاطا هلا بنشيك عليها اذا خلصت كمان. البطاطا مثل ما قلت لكم انا ما بدي اياها تستوي على الاخر. كيف بنعرف البطاطا؟ بالسكين. تقريبا بدها بعد شوي لتستوي، انا رح شيلها هلا اطفي النار عليها لان انا ما بدي اياها كمان كثير. بدي اياها تضل حبه جامده، ما بدي اياها تفرط معي. فينا نشيل البطاطا حتى ما تضل بالمي. هي البطاطا عم نشيلها مثل ما قلت لكم، هي بطاطا مش مستويه بعد، بدها شوي، تقريبا وصلت لثلاث ارباع استوى. ما بدي بردها، مش رح احطها بمي وثلج لانه ما عندي مشكله تضل شوي تنطبخ او تطلع ضل حرارتها عالية.
وما بيغير لونه. بدي ارجع شويه هلا بالمقلية مع زيت زيتون وزبده، رح احطها على جنب. بالوقت المي عندي عم تغلي هون، انا محضر مي وثلج. السبانخ مثل ما قلنا لكم قليناهن، صارت هي النتيجه. هلا بدي ارجع سخنهم، برجع بسخنهم، بس انا ما بديهم اكثر من هيك، هيدا كافي ليلي انا، ما بديهم. لو اذا بديهم ينطبخوا اكثر في اسلقهم مثل ما قلتنا قبل، حط لهم شويه مي هلا كمان نرجع نطبخهم نسلقهم، او في اسلقهم بالمي عصرهم نرجع اعمل لهم بزبده، بس نحن هيك كثير منيح لنا. والفطر هيدي اذا بين معنا على الكاميرا قليناهم بزبده ملح وبهار شويه مرقه كمان، هيدا الفطر طلع معنا وهي النتيجه، فينا نقصهم وفينا نخليهم حبه كامله، كمان ما في مشكله. رح ننطر شوي على اللوبيا ليستوي. نحن عم نحضر كل المكونات لنقدر نعمل طبق، نخلص الطبق تبعنا. انا محضر مي وثلج، اكيد ما عندنا كثير ثلج، عندنا شوي دابو بس فينا نحطهم هون. اول ما بيغلي شوي تستوي اللوبيا بنحطها بمي وثلج. لكن لنحضر حتى المكونات كلها على جنب، بدنا نبلش لان هذا كله هلا بنرجع نسخنه بس نسكه بالصحن. هلا صار بدي بلش باللحمه. هيدي اللحمه مثل ما قلنا لكم كلهم مقطعون رقاق مش سماك، فينا بعد الرقاقه اذا بدنا، بس هيدا كافي لانه بس اطبخها دغري رح تستوي معي. فهيدي النتيجة أو هيدي السماكة هي منيحة. رح بلش صفهم أنا هون. أعملهم تقريبا شقف قد بعضهم، أو إذا بدنا سماكة بعض. هلا علينا نملح ونبهر اللحمة من الملتين. كنا عم نقول قبل نحن حطينا الميكس تبع الطحين مع الحار ثوم بصل، نحن هلا بدنا نملح هودي على الملتين، وهونيك حاطين ملح، بس هيك بنقدر نعمل نحط ملح للحمه ملح للطحين، لان اذا حطينا بس للحمه هلا ما الطحين بده يرجع احطهم بقلبها، بدها ترجع تاخذ هيدي القشره من الطحين بس اليها، مش هيك انا حطيت ملح هونيك على قد الطحين، هلا رح احط ملح وبهار كمان هون لنطعم الاكل. شوي أجرب أفرقهم للملح والبهار على اللحمة كلها. رح أرجع أقلبهم على تاني ميل. كمان رح نرجع نحط بهار اسود. ملح. شوي شوي من كل ميل لانه اللحمة كمان رقيقة.
هيك هلا اللحمه مثل ما قلنا ملح وبهار علي. اشتغل هلا بالطحين واللحمه، بس قبل بدنا نشوف شو وضع ال... نحتركها بعد شوي. هلا انا السوب تركها على نار خفيفه كثير، يعني انا خلص لانه وقت بدي بخلي المي تتبخر، عم تضل سخنه بتستوي شوي بعد، بس هي صارت جاهزه فينا نطحنها. رح بلش حط اللحمه. هلا الطحين اكيد في اكليل الجبل، في ملح بهار مثل ما قلنا، توم وحار وبصل بودره، كل الطعميات لازم تعلق على اللحمه ونحطهم محلهم. وهلا اكيد انا بس ارجع اطبخ اللحمه بدي احط لها بقدونس، بدي احط لها زعتر، في احط لها اكليل الجبل كمان منقوي الطعمه بالصوص عم نحكي. من لتهم مثل ما عم بعمل شوي بالطحين او الميكس اللي عاملينهم، نرجع بننفضها شوي لان ما بدي كثير طحين يعلق عليها، مثل ما هي هيك بننفضها، بننفضها لينزل عنا شوي طحين يعني قد ما فينا. لوبيا اكيد خلصت، هلا بنشيلها. اللي عم بعمله انه بس عم نفض شوي عنا طحين حتى ما يكون عمايلي في كتير وعمايلي لا. واهم شيء نكون كل اللي حطيناهم مع طحين نخلطه مزبوط حتى ما يطلع لي على لحمه طعمه بصل كتير او طعمه ثوم، هيك بيطلع من كل النكهات على اللحمه. مش هيك نحن بنقول لازم نخلط الطحين مع البهارات مزبوط. ملاحظين كيف هن هيك الطحين بضل معلق عليهم، ما فيهم كثير طحين، يعني وقت بقول طحين طحين مع البهارات وفيها شويه حر، مثل ما قلت لكم ما بيحب الحر في خفف او في ما يحط. هلا رح شيل اللوبي اللي عملينا، رح نتركها اكيد بمي وثلج لتبرد. هي خلاص اللحمة، بس نحكي شوي عنها. هلا اللحمة صارت جاهزة لتنقلها، إذا بدي بلش أقلي اللحمة فينا نبلش نقليها بزيت على نار عالية أكيد، لأنه ما بدي أحطها على نار خفيفة. مجرد ما حطيت زيت والمقلي وبعد ما حمي مزبوط، بس حط الطحين أو اللحمة بالمقلاية، الطحين إذا ما كان حامي الزيت بينزل عنا، يعني ما بتعمل هيدي الطبقة يلي أنا بدي إياها. إذا كان حامي دغري بتلقط على اللحمة الطحين مع البهارات وبتعمل هي الطبقة بتطلع كريسبي، لنقدر نكفي طبخة ونحط معها حامض وإلى آخره. هلا عندي البطاطا كمان بدنا نعملها سوتيه، هلا بنرجع بنعملهم سوتيه بعد شوي. رح نروح معكم هلا بريك قصير لنرجع نطبخ الصحن نحن وياكم.
يلا نحن تقريبا هون عم بس عم نعمل بعد ما سلقنا البطاطا الصغار عم نقليهم شوي ليغدوا لون ليكفوا استوى. هلا معنا هلا رح نلبس كفوف نبلش زد لهم روزماري وملح مثل ما قلت كل شيء عم ملحه اللي عملناه سبانخ فطر البطاطا كله عم ملح ومبهر كل شيء لوحده. كمان رح نحط شوية بهار وملح هلا بس عم نقلبهم شوي الملح مع البهار مع الروزماري رح خليهم على نار خفيفة حتى يغدوا لون يكفوا استوى. بعد عنا شوية بطاطا فينا نزيدهم هلا البطاطا الصغيرة فينا نحطها حبة كاملة وفينا نقطعها نحطهم كمان فوقهم. هلا بنرجع بهالوقت السوب عنا صار جاهزة لبلش اطحن السوب. زد له شوية زيت زيتون رح ضل حطهم لأنه بدي اياهم ياخذوا تقريبا تصير حبة بطاطا بهيدا اللون أو أكثر شوي. بهالطريقة تكون استوت البطاطا معنا لأنه أوريدي مثل ما قلت لكم هي ثلاث أرباع استوى حطيناها شوي على جنب هي سخنة كمان كفت استوى. هلا عم بعطيهم لون لا إذا في شيء بعد ما استوى مضبوط بكفوا استوى بياخذوا هيدا اللون معنا. مثل ما قلنا لكم هلا بدي اياها للسوب ما تكون سميكه اكيد مثل العاده. اذا طلعت سميكه فينا نزيد لها ستوك لانه نحن حطينا لها مرقه بس المرقه اللي حطيناها اكيد على كتر ما غليناها بكون تبخر قسم منها. رح جرب اطحنها قد ما في لنعمها ومثل ما قلت لكم اذا ضلت شوي مش مشكله فينا اذا بدنا نصفيها بس بيروح منها كثير مش هيك. لو ضلت شوي فيها تدرغل ماشي الحال. هذا انا اللي كنت عم بقوله انه رح تنعم بس رح يضل شوي تحسوها مبرغله. هلا شوف بكون اياها بالملعقه اكثر هي السوب نعمناها مثل ما قلنا قد ما فينا
هلا اذا تبين معنا على الكاميرا بنحس انه شوي مبرغله، هذا البرغل لانه المييس في قشره برانيه على الحكي الحبه شوي ما بتنعم معنا، مشان هيك ما في مشكله اذا طلعت هيك. اوكي يعني مش بطاطا هي اللي تنعم على الاخر. رح نكفي هودي. هلا بدي بلش حضر لبلش اطبخ اللحمه. هحط زيت نباتي مثل ما قلت، الزيت لازم يكون حامي. هي السوب صارت جاهزه، هلا بدنا ندوق اذا بدها ملح او بهار. رح احطها هلا على نار خفيفة، إذا لقيناها شدت أو سميكة فينا مثل ما قلت لكم نزيد لها مرقة إذا عندنا مرقة. هلا لنبلش نطبخ اللحمة أكيد بدي مقلاية، مش رح أحط اللحمة فوق بعضها، ححطهم حط بعض لو قليتهم على مرحلتين. بدي بصل أكيد، بدنا عصير حامض وحامض. كل المكونات اللي عنا هي لنعمل اللحمة مع الصوص. رح بلش قلية بصل. أكيد مش رح أحط كل الكمية لأن حأطبخ اللحمة على مرحلتين. حطينا بصل ناعم، رح حط ثوم. ثوم اكيد رح نعمه لانه حيضل مش رح ينطحن بالاول، اذا ما ناعم كثير كنت اقول بدي اطحنه بالسوق، هلا رح نعمه قد ما فيه. اكيد فينا ندقه للثوم. حطيت حس واحد من الثوم. على طول بده يكون زيت حامي مثل ما قلت لكم. رح بلش اللحمة، أنا لقيتها بطحين مثل ما قلنا. حطيت اللحمة بهالطريقة، ما حطيت شي فوق بعضهم، حطيتهم تقريبا كلهم حط بعض. رح حط الكابل. رح حط عصير حامض.
هلا رح خليهم شوي، رح زد لهم مرقه دجاج، برجع بزد لهم بقدونس وزعتر. بهالوقت رح نروح معكم لعند انيتا وإليو لنرجع نكفي نحن بعد شوي نحن وياكم. البلا صار جاهز إليو، طبخاتنا اليوم صاروا جاهزين، بعد في هيك كم شغلة بدنا نعملها كرمال تكمل سفرتنا. الريحة كتير حلوة، يعني كتير مناسبة لأجواء اليوم الأحد وتحديدا اليوم أحد المرفع. شيف شو عم نعمل هلا؟ هلا عم نحضر الخضرة، عم كفي طبخ اللحمة اللي بقيت معنا. هاي اللحمة أوكي، رح نحط لها المرقة، مرقة شوي، مرقة أكيد دجاج، مرقة دجاج. كنت حاطط بصل شيف، صحيح؟ قليت بصل توم. هلا حطينا اللحمة بعد ما لتيناها بالطحين يلي حاطين له توم بابريكا، مش بابريكا حار. يعطيك العافية. ورجعت حطيت اللحمات فوقهم وهلا عم تقليهم كلهم مع بعضهم. ايه شوية مرقة. ايه قطينا بصل اللون اخذ لون شوي. اللحمة اصلا ما بتاخذ وقت شاف كثير لتستوي، حتى اذا كانت ميديوم ويل مش مشكلة، مش مثل الدجاج لازم نسطويها كثير. مزبوط، الدجاج لازم يستوي. ما فيني. كنا عم تصير انا وانيتا عم جرب نتحذر الفيل لحمة شو او شو مصدرها من اي بلد. هلا اكثريتها بتجينا من نيوزيلندا او استراليا. استراليا اوكي exactly. استراليا ايه. انا زعبرت ودقت شوي البطاطا هيك على وقتها كنت انت دائما انيتا بتزعبري، بس اليوم اول مره بتعترفي. اليوم كثير كثير طيبين. انا البطاطا بحبها كثير. صحتين بكل انواعها. هاو صاروا سخنين، السوب جاهزه، فينا نسكبها اذا بدنا. هلا دقيقه بنسكبها. يلا شيف اذا بدك مساعده قلنا غير بس بدي سخن هودي لنبلش نسكب. بس فينا نعرف قديش عندنا وقت؟ قديه معنا وقت يا نانسي؟ بدنا نوجه تحيه لنانسي وإلي تراد المخرج. رح نسخن الفطر يلي انا مقليهم اوريدي قبل، بس اللي عم نسخنهم. اوكي نفضل عنا اسباني. هيدا فريش مشروم شات؟ يس. اوكي انا ما سمعت قد لا ابدا قد ايه قال لي في وقت؟ قال ما تعطى له هم. اوكي يمكن ناخذ نص ساعة. ساعة ما عليه، اليوم بيطلع لنا. اعطينا اسباني. يلا شو بدك اعطيك؟ اسباني. اوكي هودي ميرسي. هودي لازم نسخنهم لنقدر نسكب الصحن. مين بحب المشروم كمان؟ بتحب المشروم؟ نعم. هلا رح وين نرى هودي ل بلش يشتغل فيهم. هلا هون حطينا لكن بس مرقة، بدي خليها الهدف منها تستوي اللحمة. إذا بعد ما استويت مثل ما قلنا يتبخر شوي من المرقة اللي عندي. اللحمة اللي عليها طحين، يعني هلا الصوص بتشد. مزبوط. فينا نرجع نذكر شيف السوب كيف عملتها اليوم؟ يلا حطينا قلينا بصل ثوم مييس، في يكون فريش في يكون تناكل، كان قليناهم مزبوط، نشفناها من المي، حطينا مرقة دجاج وحليب. فينا نحط مرقة خضرة إذا عنا كمان ما في مشكلة. هلأ الزبانخ للزينة مزبوط؟ ايه للصحن. هيدا من اللحنة بهرني، هون من اللحنة بهرنا، هون كمان زبانخ، ونحط له شوية ملح وبهار. تركتها ورقة كاملة ما هيك شاب؟ ايه إذا جايب أنا بيبي أبينار. هلا هيدي تقريبا اذا ملاحظين بلشت تسبك صوص، لانه في طحين معلق على اللحمه. اوكي رح بلش حط الكاب. بعد انت ما طفيتها بحامض؟ لا انا عملت اول شيء نص الكميه طفيتها بحامض، بس بعد ما خلصنا كمان حطينا الكاب. هلا بدي احط حامض، ما بدي كتر حامض كثير لما تاخذ من طعمتها، رح تطلع كثير حامضه. اوكي بدنا نخليها تغلي هلا كمان مع الحامض. هلا مزبوط شاف الحامض والملح بياخذوا من بعضهم او شيء بيعدل شيء؟ بيعدلوا بعض، بس ما في شيء بياخذ من شيء. هلا بدي احط فيها سوريسي. ولا يهمك شاف، انا فيك توقف محلي اذا بدك لحتى اتفرج. هلا بدي احط زعتر. اذا بدنا فينا انا حط زباع زعتر بردي، اذا بدنا فينا احط روزماري، بس انا حطيت
بالبطاطا بطاطا روزماري بفضل حط زعتر والنكهة إيه. طاغي كتير يا منجيب تان فرنسي زعتر فرنساوي أو منحط زباع أو تان فرنسي هتعلمتها جمعة الماضي من الشاف شميتوا ريحة الزعتر؟ شمينا ريحة الزعتر هلا واكيد عندي بقدونس هيدا خلينا نحطه شوي على جنب حتى هلا بنرجع بنسكب منه حظنا النار خفيفه لازم نسكب السوب انا بقول قبل ما تسقع ما بتسقع هلا بنسكبها يلا هلا بلشت تغلي رح احط الزعتر بقدونس هلا بدنا نحط لها كمان فينا نحط سلايس حامض بقلبها رح احط ملح وبهار اللحمه فيها ملح الطحين فيه ملح الصوص بدنا نحط لها زبده بعد نحط لها شوي ملح شايف اذا حطينا الملح هي واللحمه عم تستوي ما بتصير قاسيه شوي او لا ما بيأثر اوكي هي حتى ما تكب ميتها ايه. الملح بيطلع المي نحن حتى بس هون لانه خلص انطبخت خلص صارت عواخر فينا نحطها يعني مش انه عم نحطها من الاول اوكي ايه بس وبعدين وقت حطيت اللحمه انا على ملح وبهار عليها رجعت حطيت الطحين يعني طيتها اعطيتها طبقه هلا هيدي فينا رح احط لها انا وحده زبده كمان فينا نكتفي فيها هيك مع الزبده ونقول هي الصوص بدنا ننزلها بهالطريقه وفينا نحط كريم هلا الزبده حطيناها بس للطعمه لتعطيها طعمه هيك خفيفه بتمسح عليها كريمه بتطلع حده والزبده بتعدل طعمه الحامض اوكي مش عارف اول مره بعرف هلا يعني اذا طلع فيها كثير اسيد بحط لها زبده شوي ندسمها ونعدل طعمة الحامض. هلا هي اختيارية فيهم كمان ما يحطوا لا زبدة ولا كريم. الزبدة بتلقط شوي صوص إذا كانت حامية كمان، هلا فيكي ما تحطيها. يعني بنحس إنه شدت شوي؟ إيه أكيد. أوكي. هلا. هي شدت أصلاً أوريدي شوي. بدكم تحطي كريم؟ يلا. أو قلبك يا شيخ. يلي حضرتهم قبل لحتى ما فيهم كريم. طب يلا هيدا بنحط لهم كريم. أو قلبك يا شيخ. إيه القبل بنعمل لكم إياها بلا كريم. أوكي. لأن هو كمية الكريم لاثنين خلينا نصهم هيك بكون في مختلفين شي مع كريم شي بلا كريم قصدك تقولي طبق إلك طبق إلك هلا إذا عم نحط كريم ما في لزوم للزبدة نحن حطينا الاثنين اليوم ظهرنا شوي عن البروتوكول او العادات يلي دائما بتقول انه احد المرفع هيك مشاوي بقينا بنفس الانجريدينتس عم نستعمل هذا مشاوي بس على طريقتنا ولكن بس على طريقه الشحنة صح بس هلا ما في احلى من الطاوله اللبنانيه شو قلت لي شيف سوري ما في احلى من الطاوله اللبنانيه اكيد اكيد, أكيد. بالاكل هلا الاربعه نكست هيك مره بتطلع فيها معنا بعد اليوم معقول عم بتفكر شيء بشيء قاطع؟ أكيد إيه هلا نبلش تشتغل على كل شيء قاطع صعب الأكل القاطع يعني ما بحس بالمطبخ متنوع كثير ما هيك لا في بلا نحن بالمطبخ اللبناني عنا كثير شويات إيه في كثير أكيد بس من الواحد بيضل هيك يفكر شو بدنا نعمل اليوم ثلاث أرباع الأكل أصلا فينا نعملهم بلا لحمة أو دجاج كمان بني باستا بني باستا بكره كمان رح بلش ما فينا نرك على الباستا بأول نهار للصوم مع الشفادي بطبق أنا بحب الطبخ بحب المجدرة بحب رغل على بنات بكره العالم المجدرة على كل الأمات هلا فينا ناخذ صحن نبلش نسكب سوب يلا أي صحن نبلش الغميق هيك عم نبدلهم بس نسخن كل شيء بدك ساعدك واسكب أنا سوب أو لا مثل بدك بدك تسكبيها؟ يلا بنسكب بنجرب حطي حلي صحن حتى ما تقلي انا بعرف اسكب خلص بدك تزين شيء بطبق السوب شر؟ لا اوكي اذا عندنا بوب كورن بصير حط اوجه بوب كورن كيفني معك؟ كثير منيح ليك شو حلو ما جابت الصحن ابدا
هلا هيدي بار شانس بالغلط يعني يا تفضلي انا ميرسي في اخذت قليل زيت زيتون شوي على وجهه اللي بيحب فيه ما بيحب فيه ما يحط زيت زيتون بلا رشة شيء ايه؟ هون عم بكتب اسمي انا يلا يلا بساعدك فيهم هلا بدنا نسكب الصحن الثاني لاحظنا كيف الصوص بلشت شدت ايه هلا انا طفيت الغاز كليا عن الكل انا بهمني كنت سخن كل الاكل انتو كيل الاخر وحط اللحمه عليها بلشنا بالخضرة هيدي لوبيا صح؟ صح إيه؟ ما بيكون فيها حبوب مزبوط؟ لا فيها شوية صغار. صغار أي قوام عايزنا للصوص هلأ يلي على النار شاف؟ هيدي خالصة الصوص خلصت؟ أوكي نرجع بقول الفطر فينا نسكبه نقطعه بالنص قصدي فينا نخليه هيك انا بحس هيك اطيب شاف بس كنت عم بشوي هيك نوع بطاطا بالبيت وعم حط فيها شويه اعشاب عم لاحظ انه لما اخلطهم بشويه زيت زيتون عم بيطلعوا كريسبي اكثر اذا بخلطهم بشويه زيت قلي ما بعرف اذا مزبوطه الخبريه بالفرن ايه عم بيطلعوا بقرق شو اكثر حسب كده دام قطعهم رفيع شو ما خص الزيت صح اوكي لانه حتى على زيت القلي بيطلع كريسبي زيت زيتون زيت زيتون اكيد زيت زيتون اكيد هيلثي اكثر في المقلية فيها هيك لأنه شكلها حلو تتقدم مثل ما هي على السفرة بالفعل كنت عم فكر بنفس الشيء بس شاف ما بيقدر في عنده لمسات لازم يحطها على طول أصلاً حريص بيكون على زينة الأكل وعلى البرزنتيشن وعلى الجاتات كمان اللي بحط فيهم حطهم بالطريقة اللي يبين الخضرة الصوص فينا نحطه على جنب او لا بدك تحطه حطه شوي فوق فينا ملعقة هلا انا حدا عم سالني مخرج عم سالني ليش عم طول نخلي قشرة البطاطا فينا نقشر البطاطا هودي حبة صغيرة اوكي البطاطا بتتاكل مع قشرة ما في مشكلة بس اذا بدنا اذا حدا ما بده قشرة في في قشرة بس هن لانه البيبي بوتيتوز مثل ما بيقولوا مثل ما بيقولوا لهم هن طيبين اصلا بقشره صح ما بتكون سميكه نضاف كمان اذا مثل ما ذكر هن انه ايه بس اذا بدنا فينا نقشرها يعني مش مشكله قشرناها او تركناها ما في مشكله انا رح بلش انقل لكم لهونيك شيف واليو بما انه صرنا قريبين على انه نختم حلقتنا كنا نحن عم نسكب الطبق الأساسي لليوم بعد ما سكبنا السوب سوب مميزة مع شيف حنا يلا خلصنا لكن رح أنا بدنا بس نزينه شوي انترك هون شيف مع أنيتا طبعا لو تركتوني تترك على حالها يا شيف مكفى وموفى اليوم كنا مع بحلقة هيك مميزة كنا أحد المرفع بكرة تننرمد بكرة تننرمد يعني اليوم بكرة أنت وأنا كمان صحيح. على الهواء يعني بكرة كمان رح يتابعونا عم نحط زعتر حلقة مع بداية شهر الصوم المبارك صحيح بس بما أنه حطينا بقلبه حطينا على الوجه بس نحن هون قاعدين عاقلين لأنه خلص بنكون ناطرين الأكل يصير جاهز
يسلم ايديك يا شيف، يعطيك الف عافيه. زعتر فوق غير شكل. نحن كل الجمله الشهيره يلي على طول بنقولها يا ريت بس فينا ننقلكم الريحه، بس تشموا قد ايه الريحه بتشهي، بس اكيد اذا بتطبقوا كل الروسات مثل ما هي رح تطلع نفس الشيء. صحيح صحيح، لانه اليوم احنا بنشتغل بروسات، انا في اعطي روسات لحيا لحدا، اذا ما بيشتغل تكنيك او بيشتغل بطريقه مثل ما نحن عم نشتغل ما بتطلع نفس الطعمه. أكيد. لو انا معه نفس الانجريدينت ونفس الوزن ونفس كل شيء. كمان في نفس على الاكل، في ناس هي بتحب في طريقه شغل، يعني اذا حطينا بيض بالاكل بدنا نعرف اي ساعه بدنا نطفي البيض او اي ساعه بدنا بده يتبخر مي من البيض حتى ما تطلع صوص مغيره. هول التفاصيل دائما بياثروا شاف. لكن سريعا طبق شو كنا عاملين اليوم؟ اليوم كنا عاملين فيل سكالوبيني اللي هو لحمه بيضاء، حطينا ملح بهار حطيناها، رجعنا خلطنا الطحين مع حر، توم بودرة، بصل بودرة، ملح وبهار كمان، لقيناهم بزيت، عملنا الخضرة كلها سوتيه، واللوبي عملناها بلانشير رجعنا عملناها سوتيه مع زيت زيتون ملح وبهار، وحطينا الصوص اللي شفتوها، كاب، حامض، زبدة، زعتر، بري أو تيم فرنسي فينا حط أو روزميري، وملح وبهار وبقدونس بقلبها. سلم دايتك. سلم دايتك يا شيف. ميرسي لكم، إن شاء الله نكون عم فوت بالتنقيد المشاهدين. وأحد مرفع كمان نتمنى للمشاهدين يكون مبارك. أكيد احنا وصلنا لختام حلقتنا، ما نرجع نعيدكم ونقولكم أحد مبارك لكل المسيحيين يلي بيتبعوا التقويم الغربي. أكيد أنا وإليوم نلاقيكم بحلقة جديدة ومنوعة أكيد بكرة نهار التنين، كونوا على الموعد. باي باي, باي.